مرحبا بحضراتكم والفكره الاخيره الطبيه وهنتكلم بقى في ملف مهم جدا وجديد اهميه المياه للجسم وايه الاحتياج اليومي وهل في ساعات معينه وايه بالنزول في الوزن وحاجات كتيره جدا خاصه بالميه غير المعلومات المعتاده اللي احنا نعرفها عن اهميه شرب الميه اوعد حضراتكم اكيد هيبقى في معلومات مختلفه خلينا نرحب بدكتور علاء الدين احد اخصائي التغذيه العلاجيه واللي هو بينورنا كل فتره معانا في 10 الصبح بونجور يا دكتور صباح الفل عليك ملف <applause> والله مهم جدا بس على فكره انا مش عايز بقى أنوركم كل فتره عايز بقى كل يوم؟ اقول لك انا ليه لأن أنا أولا ببقى في قمه سعادتي لما بكون معاكي وببقى في قمه سعادتي لما موجود في قناتي قناه الاهلي نادي القرن ومصدر السعاده بالنسبه لي فطبعا بالتاكيد الواحد بيبحث عن السعاده مش عايز بقى. يبقى بقى على طول بقى, <تصفيق> <تصفيق> بقى الاهلي مكان كل اهلاوي بغض النظر طبعا عن اختصاصه منورنا اكيد وملف مهم النهارده نتكلم عن اهميه شرب الميه الناس عارفه ان الميه مهمه للجسم دي معلومه عندنا كلنا بس ما نعرفش تفاصيل بقى الميه فايدتها ازاي وازاي ممكن ان هي تؤثر كمان على الحاله النفسيه شوف بقى الربط خلينا نبدا باهميه الميه وبعض المعلومات كده دكتور علاء وهل في مواعيد اصلا الميه ولا لا وهل شرب الميه بزياده قوي بيعمل تسمم لان دي برضو معلومه انا كنت لسه عارفاها قريب تمام اولا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم يعني اذن الميه كل شيء حي من الميه حضرتك تكتشفي ان جسمنا احنا عباره عن من 60 ل 65% عباره عن ميه يعني جسم الانسان من 60 ل 65% منه ميه رقم واحد. رقم اثنين هو في الحاله العاديه بتاعت الانسان هو بيستهلك من 8 ل 10 كوبايات في اليوم، دي في اللي هي علشان الجسم يقوم بالوظائف الحيويه بتاعته. تمام؟ واحنا في اثناء الحلقه دايما هنتعامل مع بعضينا بمعادلات وبتجارب. كويس. حلو قوي، دلوقتي انا في حاجه بسيطه جدا اعملها كل يوم الصبح اعرف هو انا جسمي في المعدل الطبيعي من السوايل ولا دخلنا على الجفاف؟ حلو اوي اللي هو لون اليورين الصبح اللي هو أوكي. لون البول. لو لون البول اللي هو اصفر ليموني يبقى انا جسمي اللي فيه هو الفاتح السو... يعني الله ينور على حضرتك، اذا في المعدلات الطبيعيه من السوايل. اوكي طيب لو انا جسمي لو اللون البول طلع بقى اللون هو لون التفاح لون عصير التفاح يبقى خلي بالك انت داخل على مرحله الديهايدريشن آه هيدرشن اللي هي مرحله الجفاف يبقى خلي بالك انت يعني كل ما يبقى فاتح كل ما يبقى غلط لا كل ما يبقى فاتح يبقى كويس اوكي اه خلي بالك لون العصير لون العصير هيبقى غامق لون عصير <applause> دي 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 التفاح جامع. دي, دي عصير التفاح <تص bloque> اه لا لون البول اللي هو الصبح اللي على الريق لما يبقى لون الاصفر الفاتح أوكي. يبقى انت سوائل في جسمك بصوره لو غامق يبقى لو الغامق خلي بالك انت داخل على مرحله الديهايدريشن هيدرشن اللي هي مرحله الجفاف طيب دلوقتي في معادله انا اعرف منها احتياجاتي في اليوم قد ايه تمام معادله بسيطه جدا خلي بالك في دايما في التغذيه العلاجيه هتلاقينا دايما بنتعامل معادلات بس معادلات سهله وهي اساسا مبنيه على الوزن وعلى الطول اوكي وهثبت لك دلوقتي ازاي مبنيه على الوزن والطول احنا كل حاجه اه انت بتجيب وزنك وعشان كده احنا اتفقنا على ثقافه الميزان لو تفتكري ايوه ان الميزان لازم ان انا يبقى عندي ميزان في البيت وبوزن نفسي في يوم ثابت بلبس ثابت في مكان ثابت في الشقه هو اول, ما وقبل أول ما آه مره نسحب. في الاسبوع اه مره في الاسبوع انا وزن السيد طلع 80 كيلو طب خلينا نحسب بقى سهل. مع بعض 80 أوكي. كيلو يبقى سبعة لا ما 80 ده كتير 70 60 انا خ... انا 65 هحسب هحسب عني, خمسة عني انا 60 ماشي على 10 على 8 ديفايدد 8 ليه؟ لا, هو... لا على يعني مالتي بلاي ولا ديفايدد؟ اه ديفايدد طيب 8 ليه 8؟ هو المعادلة بتقول كده، طيب هيطلع لك رقم، الرقم طالع عند حضرتك كام؟ 8.125 حلوة أوي، أنتِ محتاجة تشربي في اليوم تزودي على دول كوبايتين كمان 10 كوبايات في اليوم 10 كوبايات، إيه ده؟ حلو ده، حلوة دي احتياجاتك من المية اه حلوة دي أوي طب معلش إيه. 8 كوبايات أو 10 ده عبارة لو هنتكلم عن اللتر المية أوه. هو ممكن داخلين في 2 لتر 2 لتر ونص يعني إزازتين كبار إزا تقريبا آه إزازتين كبار مم. بس خلي بالك انا ليه بقول كوبايات ميه ما قلتش ليه لتر او 2 لتر أوه. لان برضو في ناس تيجي تقول لك ايه يعني انا اروح جايز فجاه اجي على طول اليوم ما اشربش ميه واروح شارب 2 لتر لا ده. لا ده كلام مش مظبوط انا لما بقول له 10 كوبايات ميه لان هم برضو بيتاخدوا بطريقه معينه مم. ازاي الطريقه المعينه اللي هي قبل الفطار بساعتين قبل الفطار بنص ساعه وقبل الغداء بنص ساعه وقبل العشاء بنص ساعه ده خليني معدتي تقفل كمان آه, اه ما هو عشان كده حضرتك هنعرف في الجزء الثاني من فقرتنا النهارده آه. ان احنا لما نيجي نتكلم عن علاج السمنه انا باخد بشرب الحل اللي عندي بشربه على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل بنص ساعه هي أيوة. كلها مرتبطه ببعضيها طب خلينا بقى طالما مرتبطين ببعضيهم نتكلم عن بيستا وهذا المنتج اللي بيساعد بشكل كبير جدا على العديد من الامور اللي منها فقدان الوزن ان هو بيقفل المعده زي ما بيتقال كده من الالياف اللي موجوده فيه أيوة. طيب نفهم دي بقى اكتر بس خليني الاول انا مبسوط ان انت بقى عندي كمان ثقافه عن بيستا انا دكتوراه يعني دكتوراه في بيستا <applause> خلي بقى من ضمن الغلطات اللي احنا بنقع فيها هو انا لما اجي انزل وزني انزله ميه ولا انزله دهون ايوه نقطه أيوة. حلوه ابتدي دهون بقى ميه ده آه، برافو عليك لا ينزل كثير. ينزل دهون <applause> وخلي بالك في بعض الاحيان يجي لي العيان يقول لي يا دكتور انا عايز انزل بسرعه سهل قوي على فكره اه دي الميه هتخليك تحس انك خسيت آه، بس انت آه انجنر... بس انا نزلت ميه ما نزلتش دهون وتنزيل الميه ده بيدخلني في مشاكل ثانيه صح ان انا بفقد املاح وتلاقي بيجي لي كرامبات غير عاديه ده انا راجل اللي جاي لي ده او الست اللي جاي دي ده انا بحاول الصمها في ان هي تشبط معايا في نظام غذائي وتخس فلما اقول لها ميه نزلت اه خمسة ستة كيلو في شهر وهي فرحانه بس هترجعهم تاني وترجعهم بسهوله غير الاثار الجانبيه الخطيره ان انا نزلتها ميه أيوة يبقى بزر. انا بنزل ايه بنزل دهون صح كده صح. يبقى اذا انا لما اجي ادي مستحضر او اجي حاجه طبيعيه تشتغل على الدهون ما تشتغلش على الميه لان سهل قوي حضرتك ان انا اديك حاجه تدخلك الحمام كتير يورين اللي هو البول وتخسي بس دخلنا في كرامبات وعشان كده حتى بما ان احنا في قناه النادي الاهلي وقناه مم. رياضيه هتلاقي دايما ليه رياضيين بيشتكوا من الكرامبات اللي بتحصل هو بيعرق كتير فبيعرق فبيفقد نوع من انواع الاملاح من ضمن الاملاح دي هي البوتاسيوم فدخلنا في الكرامبات انا هنا بقى لا انا بحرق لك دهون ليه أيوه. ل... لان ال... 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 ما, يوخ... ما السعرات الحراريه انت بتاخدها لما بتخزن عندك بتتخزن في صوره دهون تحت الجلد اه يبقى انا لما اجي بقى اخس اخس دهون واخس ميه لا اخس دهون صح هو ده بقى اللي بيستا بيعمله حلو هو بيستا ما بيشتغلش على ميه بيشتغل على دهون بيشتغل على دهون ازاي نتيجه لمكوناته مكوناته اللي هي عباره عن ايه اللي احنا اتكلمنا ان هي عباره عن شوفان ورده القمح تمام مم. دول بيشتغلوا اللي هم بيسموهم الالياف الزوابه والغير ذوابة الالياف دي بتعمل ايه حضرتك بتعمل هو الشوفان وسيليا مرده القمح خلي بالك عشان فيه مكونات تاني طبعًا. دول اللي هم بيسموهم الالياف منهم الشوفان ده بيعتبر الياف ذوابه وبنيجي نتكلم عن رده القمح الياف غير ذوابه ايه بقى الالياف الذوابه اللي بتعملها بقى اللي موجوده في بيستا ان هي بتزود في عمليه الحرق وبتمنع امتصاص الدهون بالاضافه ان هي هيك لما بتاخديها نرجع تاني بقى لموضوع الميه لما حضرتك بتاخديها على كوبايه ميه كبيره قبل الاكل نص ساعه بتنفش في المعده فبتملى المعده فانت حضرتك قبلياتك للاكل هنا ايه؟ بتقل, بتقل. او احتياجاتك من كميات الاكل بتقل يبقى إيه بس هنا على وشتغلت على اشتغلت على الدهون ولا اشتغلت على الميه؟ لا الدهون اشتغلت على الدهون وهو ده اللي احنا عايزينه صح طبعا اللي غير الغير ذوبه ميزتها برضه بتعمل ايه؟ ان هي بتنتقل من المعده اللي معاه في صورتها فبتخلي الانسان يتخلص من الفضلات بتاعته بصوره طبيعيه وده على فكره هتلاحظوه مع بيستا من اول ما تاخدوه يعني حضرتك لما تاخدي بيستا هتلاقي نفسك بتخشي الحمام بصوره منتظمة بصوره طبيعيه يبقى انا اتخلصت من الفضلات تمام؟ يعني ده ده حاجه مجمعه زي ما بتقال فوايد مش بتقصر بس انا بخس انا بخس وبنضف جسمي وبشكل سليم و... وما بفقدش الميه كمان في حته ان انا يبقى عندي اللي هو نوع من انواع الهز... الهزلان لا خالص مم. انت بتبقى بتفقد دهون بس بتحتفظ على صحتك لان هو بيديك طاقه داخليه وليس طاقه خارجيه صح طب هو مش كده وبس حضرتك أتفضل. انا عجبتني صح دي عارفه صح دي ليه أه. دي انعكاس ان الموضوع حضرتك استخدمت البستة انا آه انا انا استخدمته ده انت جبته هديه يا دكتور ده, ده اللي انا <applause> لاحظته بقى نرجع تاني طب لا, لا, إحنا... لا بس بس عن حق والله يعني انا استخدمته وانا بس ما استمرتش عليه بس لما استخدمته فتره فعلا بجد انا يعني كنت مبسوطه حضرتك بتنزلي فعلا. بتخسي لا بيخلي بصوره طبيعيه يعني الوجبه بتاعتك بجد بصوره اه طبعا حضرتك قابليتك للاكل هتقل بس بتاخدي لان هو خلي بالك المدرسه الحديثه في الخزان ايه هو ان انا اقلل الكميات مش أمنع لان انا لما امنع دي هخش في حاجات تاني مشاكل تاني وبرضه هلاقيها معانا ان انا افقد فيتامينات ومعادن صح. وانا محتاج الفيتامينات والمعادن طيب هل بيستا وقفت على كده بالالياف لا ليه بيستا فيها ثلاث عناصر تانيين فيها الكروميوم 500 مللي جرام وده اعلى تركيز موجود في اي مستحضر موجود في مصر. مم. على فكره الكروم دي هي ماده طبيعيه موجوده في جسم الانسان. بس طبعا مع العادات السيئه ومع الز... مع السن الماده دي بتقل، الماده دي لما بتقل هي الماده دي مسؤوله عن ايه؟ مسؤوله ان هي تعمل تحرق النشويات. النشويات اللي هي المصدر الاساسي للسكر الجلوكوز اللي هو بيتحول في الجسم لدهون لو احنا ما اتخلصناش منه. وعشان كده بعد كده هنتكلم على فكره في حلقه عن مقاومه الانسولين، حلقه مهمه جدا بقى. تمام تمام؟ بالاضافه للكروميوم عندنا حاجه اسمها الفيتامين سي فيتامين سي بقى خلي بالك ده بيستا الايام دي ليها دور مهم جدا مش احنا ال الادوار التنفسيه او امراض الجهاز التنفسي انتشرت اول فتره دي نتيجه للفرق بين درجات الحراره في التكييف وفي الشمس انت محتاج تدي مستحضر يخسسك ويقوي مناعتك فيتامين سي اللي موجود في بيستا بيعمل الدورين دول هو بيزود عمليات الحرق وبيقوي المناعه هو إيه اللي مش في بيستا بقى <applause> لا على فكره على فكره ومستو ان انت بتاخد حاجه طبيعيه وبتخس من غير ما يبان عليك تعب لان في ناس بتخس بتلجأ لدايت بتحس ان وشها ايه ده انت ليه عامل كده فدي خلي بالك احنا مهمة. احنا في مره هنتكلم على حلقه بما ان احنا في قناه ان احنا هنتكلم على تغذيه الرياضيين هتكتشف ان بستة مناسبه جدا للرياضيين <applause> ليه لان فيها ماده ثالثه اسمها ال كرانتين كرانتين دي اللي هي مسؤوله عن افراز الطاقه من العضلات <applause> ودايما بتوع الرياضيين بيحبوا حاجه تديهم طاقه في العضلات عشان يقدروا يقوموا بالاكسرسايز بتاعهم مم. وحاجه طبيعيه يعني ده, ده احنا مش... عملنا كده سبع حلقات جايه بقى أه لا ما احنا مش انا قلت لك هيجي كل يوم ما <applause> <مشارق> لي <قلتلك حجيل تصفيق> كل <الكل تصفيق> <الكل تصفيق> يوم بص بقى يا دكتور علاء لان احنا بنحب برضو جزء يبقى نظري طب وجزء طب. عملي احنا خلينا نروح نشوف حاله جربت بستة وخست و... وقبل وبعد هتشوفوا حضراتكم الصوره بشكل يعني حي زي ما بتقال علشان الكلام برضو يبقى ليه مصداقيه خلينا نتابع ونرجع نكمل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي اميره ابو شوشه سني تسعة وتلاتين سنة وزني كان مية واربعين كيلو وبقيت خمسة وتمانين كنت بعاني من الوزن الثقيل من السمنة المفرطة وكنت عندي بطولة وما كنتش عارفة أنزل الوزن في وقت بسيط أنا خدت بيستا وفرق معايا جامد وكان منتج فعال جدا، كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة وما كانش عندي أي مشكلة بطعمه ولا أي أي مشكلة خالص، كان بالعكس طعمه هايل جدا بطعم التفاح وهايل يعني، كنت باكل كل اللي نفسي فيه بكميات بسيطة لأن بيستا كان بيحسسنا بالشبع طول اليوم، كنت مبسوطة جدا إن أنا كسبت بطولة الجمهورية بفضل بيستا و... وأنصح أي حد عنده سمنة ي... على طول من غير ما يفكر هي بيستا حلو قوي ان الواحد يشوف عملي كمان الناس تجربتها مع منتج معين خليني اروح معاك لان قلت نقطه مهمه جدا احنا هنحاول نقولها في عجاله برضو ازاي ممكن من العضلات اطلع طاقه لان دي ممكن اي حد يبقى حابب الناس الرياضيين على المستوى الاحترافي او الامترز العاديين يعني تمام بصي خلي بالك على التقرير على فكره انا اول مره اشوفه معاكي انا ما كنتش شفته قبل كده مم. وعجبني كلمه قالت فيها ايه انا كنت داخله على بطوله وخدت بيستا وانا من شويه قلت لك ايه ان بيستا على فكره مناسبه كمان للرياضيين آه لما نيجي نعمل تغذيه الرياضيين في حاله من الحالات هنشوف ازاي بيستا مناسبه للرياضيين مم. هي قصه كلها ان العضلات دي بتحتاج الطاقه بتاعتها بتحتاج طاقه عشان تشتغل الطاقه دي لازم تاخد حاجه تساعد في تحرير هذه الطاقه هو ال كرانتين بيعمل كده ده مش كده وبس ده في ناس بتاخد ال كارانتين لوحده بيبقى آه فا... كونسنتريتد آه او آه يعني آه مركز لا ده في حاجه كمان حضرتك بيستا الامراض اصحاب الامراض المزمنه يعني مريض الكبد اللي هو بيبقى عنده حته العضلات عنده فيها وهن شويه مش تعبانة عشان الطاقه بالزبط. لما هياخد بيستا على فكره بيستا هتزود حد اللي عنده له طاقه في العضلات فالنهارده الالي كارانتين هو مسته انه بيعمل ايه بيعمل تحرير للطاقه في العضلات بس بدوزز قد ايه يعني بنسبته قد ايه عشان هو اللي بص حضرتك اللي موجود في بيستا أوه. ودي اللي هي ديلي ريكوارد دوز اللي هو الدوز اللي الانسان بيحتاجها اللي هي 50 مللي جرام وقد تصل الى 100 و150 عشان كده حتى بنقول بيستا ممكن تتاخد ثلاث مرات في اليوم قبل لاكي يعني هتوصل للالكرانتين اللي هي ال 150 مللي جرام اللي هو محتاجها آه. علشان يشغل العضلات بتاعته حلو قوي تمام دي بيستا وخلي بالك لو تلاحظي معلش آه. لما نيجي نتكلم على بعد كده على مقاومه الانسولين هنعرف برضو بس ازاي مناسبه لمقاومه الانسولين مم. وعلى فكره انا بس هديك معلومه كده على المشي على مقاومه الانسولين ماشي. معادله برضو كلها معادلات بسيطه ان انا بقيس المقياس بتاعي. بقيص إيه؟ اللي بقيص الخصر بتاعي بجيب المزورة أوه. اللي هي الوسط كده بقيسه اه يعني. بقسم الطول بقسم المقاس ده على طولي أوه. للرقم اللي يطلع لو طلع نص او فيما فوق يبقى خلي بالك وارد جدا يبقى عندك مقاومه الانسولين ولازم تروح تعمل معمل عشان يا بتتقاس تعمل... من الوسط اه طبعا معقوله هنتكلم حنا... بقى س... خلي بالك انا عامل انا اول مره اعرف المعلومه دي شفت حضراتكم معلومات جديده بس انا نفسي اول مره اعرفها آه طبعا دي. هو م. لما نيجي نتكلم عن قوة الانسولين بالتفصيل هتعرفي ان هو مشكله ان اعراض من ضمن اعراض مقاومه الانسولين بتلاقي الترهلات موجوده في منطقه البطن ومش ماتشنج مش ماشيه مع جسمك يعني انت ممكن تلاقي واحد رفيع بس هو عنده المنطقه بتاعه البطن دي كبيره جدا ما هي كل واحد بيبقى عنده توزيع دهون مختلف بس آه لو بس حد توزيع دهونه مش بتبقى في منطقه البطن مثلا لا دي مش ها... برضه هيبقى ك... تخص بهذا الشكل طب ولا انا نقوله في حلقه جايه طب حمسنا, <تصفيق> حمسنا <تصفيق> كمان يا دكتور ماشي ماشي داني. خلي بالك احنا كده اعتقد ان احنا وقلنا الدوز بتاعت بيستا ايوه ان انت بتاخد أبل... الباكو على حطه على, على كوبايه مية مية كبيرة. بنص ساعة قبل الاكل بنص ساعه هتلاقي نفسك انت كميه الاكل اللي بتاخدها قليله وفي نفس الوقت انت مش حاسس ب... ب... حاسس بقوه يعني عندك لان هي اتفقنا اللي هي مصدر طبيعي للتخسيس وكمان مصدر للطاقه طيب في حاجه منتشره جدا الايام دي وانا لازم اتكلم عليها خبر طبعا هي هي دايما في الوقت ده من ضمن الاوقات اللي هتلاقي الامراض الجهاز التنفسي بتزيد ليه برضو ببساطه شويه جدا عشان بس الناس ما تقلقش سواء كانت كورونا او غير كورونا مش دي قصتي لان خلي بالك في الصيف الناس بتشغل التكييفات كتير اه زي ما حضرتك قلت لنا دلوقتي وبتطلع في الشمس ولا. او بتطلع في اختلاف درجه حراره كبير جدا فانت عرضه يجي لك امراض الجهاز التنفسي طيب ايه الحل بقى ايوه لسه كنت هقول لك إن بقى ناخد القلب مالتي فيت <applause> لسه والله يعني مع باستا انا ممكن اخد قلب مالتي فيت كمكمل غذائي وفي نفس الوقت يمنحني كل الفيتامينز اللي انا محتاجها مع باستا ما بيتعرضوش مع بعض اه حضرتك لو بصيتي حتى على الشكل القلب مالتي تقول لك ايه وبيقوي المناعه ليه بيقوي المناعه ما هو انا خلي بالك انا برضو لما اقول حاجه اقول ليه بالظبط الزنك وفيتامين سي الزنك بيمنع تكاثر الفيروسات جوه الخليه مم. يبقى انا النهارده لو اصبت بفيروس الفيروس ده محتاج على فكره خليه عشان يتكاثر فيها انا بقوله لا انا عندي الزنك اللي موجود في القلب مالتيفيت مش هيخلي الفيروس يتكاثر <applause> جوه الخليه تمام بنسبه قد ايه الزنك انا مش فاكر النسبه بصراحه بالظبط بس بس بالنسبه اللي هي الجسم محتاجها قد الجسم اللي هي محتاجها في الكبسوله الواحده تمام نيجي للفيتامين سي فيتامين سي نفس القصه بيقوي المناعه بس هو بقى بيخلي الفيروس ما يخشش جوه الخليه مم. يبقى انا اشتغلت ان الفيروس ما يخشش جوه الخليه ولو دخل جوه الخليه انا معايا الزنك اللي بيمنع تكاثر الايه الفيروس حلو قوي تمام يبقى الايام دي هي احنا في اشد الاحتياج ان احنا ناخد القلب ملتفيد حتى لو انا ما عنديش دور برد او مش بشتكي من جهاز امراض جهاز تنفسي انا باخده كوقايه. قوي كويس. ان انا كل يوم الصبح بعد الفطار بنص ساعه باخد قرص المالتيفيت القلب مالتيفيت ده بيمنحني الفيتامينات والمعادن اللي انا محتاجها واللي كمان بتزود المناعه بتاعتي اللي انا محتاجها الايام دي. رائع جدا يعني لا غنى عن الاثنين او يفضل ان الاثنين يتاخدوا مع بعض اه والقلب المنتفيت بيلعب دور ثاني إيه هو بقى طب انا النهارده انا بقول اني اخد البستة علشان عايز اخس لما اجي اديك فيتامينات ومعادن اللي انت احتمال تفقدها لازم اديك فيتامينات ومعادن كمان تزود عمليه الحرق وعمليه الخساسات صح تمام موجود النحاس اللي فيه النحاس اللي فيه من ضمن الحاجات المفيده بالنسبه للنحاس غير ان هو بيقلل اعراض الشيخوخه بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه. والغده الدرقيه دي من ضمن الاعضاء المسؤولة عن او من ضمن الغدد المسؤوله عن الحرق. إيه, ايه المكون اللي فيه اللي بي بيساعد اللي هو النحاس النحاس اللي هو الكبر أه. اللي هو النحاس الكربون أه. آه الكبر الكبر الكبر. آه الكبر ده اللي هو النحاس <applause> آه النحاس اللي فيه من ضمن الافاده اللي بناخدها من النحاس ان هو بيحسن من كفاءه الغده الدرقيه والغده الدرقيه من ضمن الغدد اللي مسؤولة عن تحسين عمليات الحرق صح الناس اللي عندها مشكله في الغده آه الدرقيه اصلا بيبقى عندهم مشكله في الحرق عشان كده, ممكن كده انا اول حد بيجي لي اي بي سي لازم اقول له تحليل. اعمل لي تحليل الغده الدرقيه وفيتامين دي وتعالى لي صح فيتامين دي بقى ايه هل برضو قلب إيه حل المشكله اه لان هو فيه كالسيوم تمام يبقى انا النهارده بديك مجموعة متكاملة مجموعة تخسسك ومجموعة فيتامينات ومعادن بالإضافة إن هي بتقاوم المناعة بتاعتك وهي مصدر الطاقة هي برضو بتساعد في موضوع الخسسات دكتور علاء والله انا الوقت خلص لا جنا... ما الحلقه خلصت لا والله الحلقه خلصت انا استفدت جدا بجد واعتقد سادة المشاهدين كمان نشوفك ان شاء الله في ملف جديد حلقه جديده ان شاء الله نورتنا يا دكتور علاء انا بشكر حضراتكم على متابعتنا الاسبوع ده كله بس مش الحلقه دي كمان الاسبوع كله ونشوفكم ان شاء الله انا وكريم باذن الله يعود مره تانية يوم الاحد وحلقه جديده و10 الصبح في الاحد مع السلامه